قتل، اغتصاب، سرقة أعضاء بشرية. تشابهت الوقائع واختلفت المناطق في أنحاء الجمهورية، فتزايدت خلال السنوات الست الأخيرة حوادث الاعتداء على الأطفال في مصر، كان آخرها الكارثة المفجعة التي استيقظ عليها المصريون وأثارت مخاوف وقلق المواطنين على أبنائهم، وهي حادث اغتصاب عاطل يبلغ من العمر 35 عاما لطفلة رضيعة تدعى جنى تبلغ من العمر سنة وثمانية أشهر داخل مبنى مهجور في قرية دملاش التابعة لمحافظة دقهلية. فحادثة اغتصاب الطفلة جنى لم تكن الأولى ولن تكون بطبيعة الحال هي الأخيرة إذا لم يكن هناك عقاب رادع لمثل هذه الجرائم، حيث شهدت محافظة دقهلية في 8 من مارس الجاري حادثا مماثلا عندما قام مدرس علوم في مدرسة إعدادية باغتصاب فتاة في الصف الثالث الإعدادي في المدرسة. وفي المحلة الكبرى قام 5 شباب باغتصاب طفلة تبلغ من العمر 13 عاما بمساعدة سباك وسائق توك توك. فوفقا لتقرير أعده المركز القومي للبحوث الاجتماعية بالتعاون والتنسيق مع عدد من المراكز الحقوقية في مصر، سجلت الشهور الثلاثة الأولى من عام 2017 51 حالة اعتداء جنسي على أطفال. خبراء علم النفس والاجتماع أكدوا أن المجتمع المصري يعاني من تدهور كبير في الأخلاق وغياب العادات والتقاليد التي كان يعرف بها جراء الاضطرابات السياسية والأمنية والاقتصادية التي شهدتها البلاد خلال الفترة الأخيرة، وهو ما يفسر لنا أسباب تزايد معدلات الجريمة في مصر بما فيها حوادث الاعتداء على الأطفال. ظاهرة هزت عرش الإنسانية دفعت برلمانيين إلى تقديم مقترح يتضمن تغليظ العقوبات ضد المعتدين على الأطفال لتصل إلى حد الإعدام. أهلا بحضراتكم، عدنا بعد الفاصل. حوارنا النهاردة في الحياة اليوم حوار قد يكون مؤلم بعض الشيء، أو مش بعض الشيء، هو كثير الإيلام الحقيقة، لأنه متعلق بضمير مصر اللي اتوجع. حادثة الطفلة جنى زي ما التقرير قال مش الأولى ومش هتكون الأخيرة، لكن هي فكرة توالي هذه الحوادث. مش عارف حضراتكم طبعا أكيد سمعتوا عن الطفلة جنى اللي بتبلغ من العمر 20 شهر سنة و8 أشهر وتعرضت لاغتصاب أو لانتهاك العرض من واحد من المتهمين اللي بيتم دلوقتي التحقيق معه، والمشهورة إعلاميا باسم فتاة البامبرز. طبعا فكرة 20 شهر دي، يعني هنتكلم في أثناء الحوار إيه الاغتصاب اللي ممكن يحصل 20 شهر، إيه الإثارة اللي ممكن يكون شافها رجل في مش هقول فتاة رضيعة 20 شهر حتى لم يكتمل جسمها وما عندهاش مفاتن وما عندهاش أنوثة وما عندهاش حاجة خالص. لكن الحقيقة أنه توالي الحوادث، ومش بس حادثة انتهاك عرض أو اغتصاب الأطفال، وعلى فكرة اغتصاب الأطفال من الجنسين، يعني في ولاد كتير كمان في المدارس وكذا بيتم انتهاك عرضهم بطريقة شذوذ أو لا قدر الله يعني. لكن كمان في ظواهر كتير طلعت في المجتمع، آخرها الحادثة اللي سمعناها من شوية، وهي الناس اللي مسكوا ودبحوا حد بطريقة يعني فيها برودة دم فظيعة في وسط الحي، والحي بيتفرج بالسيوف، يعني 4-5 مسكوا سيوف ودبحوا واحد كأنهم بيعاقبوه وحاطين نفسهم مكان الدولة. وحادثة مش عارف مين اللي دبح مراته من 3 ايام بشكل مرضه مش عارف فيه نوع من انواع الايه، والحادثة اللي حصلت امبارح بتاعت ناس قطعوا ايدين واحد. فهو السؤال هو بيحصل ايه في المجتمع؟ هتقولوا ده طبيعي والجريمة موجودة في كل حتة، هقول لكم بس طبيعة مجتمعنا المصري كانت الجريمة موجودة فيها طول العمر، بس كانت جرائمها مختلفة، كانت جرائمها غير، نوعية الجرائم اختلفت شوية، ويبدو ان جيناتنا وسلوكياتنا وطبائعنا كمان اختلفت شوية. معرفش ده بسبب ايه، بس الاكيد ان احنا قدام نذير خطر يجب ان احنا نتوقف امامه بالدرس والتحليل وجرس الانذار علشان ما تتعظمش المشكله ونصل الى مرحله ساعتها مش هنقدر نلم الوضع يعني. ضيوف اللي مشرفيني يعني نماذج مختلفه، سواء متخصصين او اطباء او محامين او حالات، كلنا هنفكر بصوت عالي في ماذا يحدث ولماذا حدث وكيف نضمن ألا يحدث من جديد. ضيوف المشرفين، يخليني أبدأ بالعنصر اللطيف، خصوصا إن احنا في شهر مارس شهر المرأة، أنتوا عارفين كل سنة طيب حضرتك بمناسبة عيد الأم وعيد المرأة المصرية وعيد المرأة العالمية، وشهر مارس اللي كله ته مربوطة. الدكتورة هالة حماد، استشاري الطب النفسي للأطفال والمراهقين، أهلا بيك يا دكتورة. إزاي حضرتك؟ شرفني أيضا الأستاذ أحمد حنفي، مدير برنامج لجان حماية الطفولة بالمجلس القومي للأمومة والطفولة، أهلا بيك يا أحمد بيه. إزاي حضرتك؟
ما شرفني ايضا الاستاذ احمد مصلحي رئيس شعبه الدفاع عن الاطفال بنقابه المحامين ومحامي بالنقد. اهلا بك يا استاذ. اهلا وسهلا بحضرتك. اهلا وسهلا. شرفني ايضا الاستاذ محمد عطا وهو يعمل محاسب وعنده حالات من اقاربه تعرضوا للاعتداء الجنسي من الاطفال. اهلا بك يا فندم. ازي حضرتك؟ ممكن ابدا بك؟ اتفضل حضرتك. شكرا جزيلا. احنا اتكلمنا عن ان الواقعه بتاعت جنى هي اللي فجرت الموضوع، لكن جنى زي ما قلنا مش لوحدها. حضرتك حاجه فاجئتني وصدمتني ان انت عم لثلاث اطفال. ثلاث اطفال تعرضوا لاعتداء جنسي، وخال الطفل الرابع. الطفل الرابع كمان اتعرض لاعتداء جنسي. بالظبط. يعني طبعا ربنا يكون في العون، وانا عارف ان دي يعني معاناه كبيره نفسيه عندكم في العيله اكيد وعليك شخصيا اكيد. بس احكي لنا خلي الناس تفهم ايه اللي حصل علشان نبتدي مع الاساتذه كده نفكر الكلام ده بيحصل ليه وازاي وايه اسبابه. والله اللي حصل يعني الموضوع جه بالصدفه، يعني انا كنت اجازه في الصعيد وكده في البلد عند اهلي وكده، فجاه كنت نايم وكده لقيت اختي بتتصل عليا، اختي اللي هي والده الطفل اللي هو الرابع. تمام. بتقول لي انا شايفه من الشارع، بتبص على الشارع كان اولادها قاعدين في الشارع وكده، منهم واحد كان موجود في الشارع يعني فاتحين دكان وكده على اول الشارع كويس، فبيقعد في الدكان بقى احيانا يعني عنده 10 سنين وكده. يعني طالعه عشان تبص عليه تشوف ابنها موجود ولا لا، فوجئت ان هي لقت الشخص دوت ماسكه من ايده هو وابن اخويا معاه وداخلين على الشارع بتاعهم، الشارع اللي هو فيه البيت بتاعه، بيت جديد يعني لسه مبني وكده، ما فيش حد فيه ساكن. تمام. فاتصلت عليه بتقول لي تعالى شوف فيه ايه، يعني هو اخد الاطفال ليه. نزلت طبعا اجري وكده، دخلت الشارع بتاعه وبصيت على الباب اللي هو بتاع البيت، لقيته مقفول بجنزير يعني من بره. تمام. فما توقعتش ان هو في حد يكون فيه يعني. فرجعت لها تاني بسالها انت الباب مقفول يعني مش شايف حد وكده؟ قالت لا ده انا شايفاه بعينيا ماسك الاطفال وداخل ورايحين ناحيه البيت. ناحيه البيت. رجعت تاني عند البيت بصيت برضه ما فيش حد. قالت لي انا شايفاه. المهم اتصلت باولاد اختي الاكبر مني على اساس يجوا يشوفوا في ايه معايا يعني كويس. لفينا ناحيه البيت لقينا يعني خلف البيت في سور للبيت، في سور من خلف وفي اراضي زراعيه ورا منه. فولاد اختي نطوا من السور دخلوا البيت. تمام. وجي اللي هو عم اللي هو ابن اختي كان طالع من البيت بالصدفه شاف برضه وكان معاهم كويس. دوروا في البيت تحت، انا لفيت طبعا من الشارع الثاني رحت عند البيت، دوروا تحت في البيت ما لقوش حد، فقلت لهم اطلعوا طب الدور اللي فوق. طلعوا على السلم على الدور اللي فوق لقوا فيه محطوط براميل فاضيه على السلم. فشدوا البراميل دخلوا لقوا المتهم طبعا هو والاطفال، مقلع الاطفال هدومها وهو قلع هدومها. الاطفال دول كان سنهم قد ايه؟ قلت له واحد 10 سنين والثاني 9 سنين. تمام؟ فطبعا مسكوه كده قال لهم ما حدش يضربنا انا هنزل معاكم بالذوق وكده. نزل طبعا مش عايز يفتح الباب تحت طبعا، هو قافل بجنزير وقفل من بره وكده عشان يفتح، مش عايز يفتح. الناس اتلمت في الشارع اللي رايح واللي جاي، الناس كلها اتلمت وكده. ايه المنطقه دي فين؟ محافظه هنا مركز دشنا، قريه الشيخ علي شارع يعني. تمام. فالناس اتلمت وكده واقنعته وقالت له افتح ما تخافش وكده، يعني كان خايف يعني. فاول ما فتح وكده احنا بصراحه كان دمنا يعني بيغلي طبعا طبيعي، فكنا هنمسكه الناس مسكتنا احنا، فهو استغل الفرصه دي فراح جري. تمام. مسكت الاطفال. هو كان ساعتها يعني عريان؟ لا، كان لبس هدومه ونزل معاهم. تمام. ونزل معاهم. ف بسأل الأطفال في إيه اللي حصل معاكم وكده، الأطفال قالت إن هو كان بياخدنا وبيهددنا بسكين وكان بيقول لهم تعالوا. يعني دي مش أول مرة. كان مش أول مرة، كان بيهدد الأطفال، كان الأول كان بيسحب الأطفال تعالوا دوروا معايا على الحبل، تعالوا دوروا معايا المفتاح ضايع، المفتاح مش عارف إيه. ياخدوا بالك ويهددهم ويقفل الباب عليهم ويطلع لهم سكين ويهددهم طبعًا عشان يعني يرتكب الجريمه بتاعته وكده، وكان بيقول لهم اللي هو طبعا اللي هيتكلم وهيقول لامه او لابوه او اي حد قريبه هذبحه وهرميه في الاراضي الزراعيه اللي هو يعني خلف البيت وكده. المشكله الثانيه الاكبر ان هم قالوا ان هو كان بياخد اخواتنا معانا. ياه. كان بياخد اخواتهم التانيين.
فجبت اخواته التانيين اللي هو ابن اخويا وكده بسالهم وكده، قالوا لي بالتفصيل اللي حصل. فاخدت الاطفال الاربعه قبل ما اروح اعمل بلاغ كشفت على الاطفال، قلت اشوف في حاجه يعني من عدم او لا. كشفت عند دكتور جراحه عامه وجراحه اطفال. الدكتور قال لي انصحك ما تروحش البيت، قال لي اطلع على مركز الشرطه في اثار عند الاطفال، اعتداء على الاطفال. بناء عليه رحت مركز الشرطه وعملت محضر، عملت محضر بالواقعه والاطفال قالت اللي حصل معاها، وفي شهود طبعا اللي هو شايف. والراجل ده كان هرب ساعتها؟ كان هرب بعد كده، تحولنا للنيابه واتقبض عليه. كويس. واتقبض عليه حضرتك. تمام. صعب، حاجه صعبه، حاجه صعبه. ده اسمه ايه ده يا دكتور؟ ده شخص طبعا غير سوي. بيستخدموا اساليب مختلفه، وانا قابلت ناس زيهم في انجلترا وانا بشتغل هناك. الاول ممكن يجيبوا لهم حلويات وكده عشان لا قبل فكره الاستقطاب. يعني ايه غير سوي؟ يعني هل هو اساسا شاذ؟ هل هو اساسا يعني ميله الجنسي ناحيه الرجال او الولاد؟ يعني هو برضو عايزين نفسر القصه فيها تفاصيل كتير. لا هو هل ميله جنسي ولا هو ميله ناحيه الاطفال؟ ولا هو مجنون ما مش مدرك هو بيعمل ايه؟ يعني فكره غير سوي دي اصلا ممكن مفيش مرض نفسي بيعمل ده، ما شفناهوش. تمام. اللي هو الامراض الكبيره ما بتعملش ده، ولكن ده مرض اخلاقي، مرض اضطراب شخصيه، فده يحكم عليه كاي حكم كاي حد عادي. هو عنده مش بقى يتعالج ويروح العباسيه ولا بتاع؟ لا 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 خالص، كان في حاجات كتير من زي دي بيعملوا تحايل. بيعملوا تحايل، يقتل القتيل ويقول لك انا مش مظبوط ويودوه يقعد شويه في العباسيه. الاحصاء بتقول ان شخص زي ده بيمر عليه على الاقل 20 طفل في حياته بيعمل فيهم كده. تخيل بيدمر حياه 20 انسان. صحيح. فده اول حاجه. تاني حاجه انه دايما بيكون حد يعرفه، يعني 60% من الاطفال اللي بيعتدى عليها بيعتدى عليها من ناس هم عارفينهم، معاهم في الشارع، معاهم في البيت، معاهم في الحي، قريب صديق وكده. فده تيبيكال طبعا. كمان انه اعتداء كامل فده شديد ومتكرر، فده بيعمل اثار نفسيه عاليه جدا. لما بتبقى مره واحده اسهل، لكن الاعتداء الكامل المتكرر ما نعرفش على مدى قد ايه، ده اثاره النفسيه على مدى طويل مشكله. وانا اسف، هما الاربعه ولاد ما فيهمش بنت. لا ولاد. فهو استعداده ثانيه يا دكتور، المشكله ايه؟ المشكله الاكبر ان هو يعني عنده 33 سنه ومتجوز وعنده اطفال كمان. عنده اطفال، متجوز وعنده اطفال في سنهم، يعني اصغر طفل ده اللي هو صبيان؟ محتاج. عنده صبيان وبنات. سبحان الله. وممكن يكون بيعمل كده في ابنه على فكره، لان دايما بيبقى اقرب الناس ليهم، وهو ما عندوش حاجز نفسي ضد الغلط. وطبعا هو شاذ، وشاذ كمان في انه بيحب الاطفال. مش بس ان هو شاذ عادي، فطبعا ده يعني ده شذوذ مضاعف. مضاعف شاذ ناحيه الرجاله وناحيه الاطفال، وناحية خاصة. الاطفال خاصه، وده لو اتساب هيعمل كده تاني. وهي هم بيختاروا هنا الاطفال علشان فكره بيعتقد ان هم شويه ولالات حيله يقدروا يقهروهم. لا هو فريسه سهله، فريسه سهله، ده من ضمن الاسباب. لكن في حد بيحب الاطفال، يعني بيبقى هو عايز اطفال، ده ممكن تم الاعتداء عليه وهو صغير. تمام. واتعود على كده وبيمارس ده. خليني اقول لك ده اكيد تم الاعتداء، يعني في الاغلب انه تم الاعتداء عليه وهو صغير. ممكن ده في الاغلب يعني. طيب اسمع كلامك. الاول عايز ابدا بحجم المشكله. اتفضل. عندنا كارثه اسمها التعدي الجنسي على الذكور كمان بالتحديد، ودي انتشرت بشكل مرعب في المجتمع. وده من كميه القضايا اللي بتحل للشبكه، او حتى كميه القضايا اللي بتحل لمجلس قومي الطفوله والامومه ولكل الجهات المسؤوله كمان. اللي حتى دور الرعايه انتشر فيها بشكل مرعب، وقد يكون نسبه التعدي الجنسي بين الاطفال وبعضها الكبير على الصغير تكاد تكون اكتر من 90. ما تقولش الرقم بس عشان ده معلش. خلينا نتكلم على فكره. انا مش بهون بس في النهايه برضو مش لازم نرعب الاهالي. كل واحد يبقى خاف على ابنه، لكن في النهايه هي ظاهره خطيره. ما هو ده ياخدنا لايه؟ احنا دلوقتي لما نيجي نتكلم في حجم المشكله عشان نعالجها، مفهوم، مش عشان نرعب الناس ونعمل بلبله ونثير فتنه. لا، عشان نعالج الناس. طبعا. ونساعد اي شخص سواء اذا كان في الدوله او في غير الدوله او المجتمع المدني انه يوصل لحل المشاكل دي. طبعا. بس لازم نعرف الناس ونعرف الاجهزه بمسؤولياتها. متفقين. في مشكله، ادي اول حاجه عايز اوصلها لحضرتك. التعدي الجنسي طبعا على الاطفال بقى بشكل عام، سواء اذا كان بنت او ولد، بشكل مرعب منتشر. وخصوصا اذا ارتبط بالخطف، وده مهم جدا. يعني احيانا بيتم خطف طفله او طفله
ويتم الاعتداء عليه من اجل الاعتداء. أيوة. وده في حد ذاته جريمه تبقى مضاعفه، وهنا العقوبه بتبقى مشدده. والمفترض وفق القانون الطفل اي جريمه بترتكب على طفل تاخد ضعف عقوبه التي ترتكب على بالغ. ده المفترض. صحيح. عشان كده لما بنيجي نقول عقوبه الاعدام للمتهم او هذا المجرم اللي اغتصب طفله البامبرز، ده لازم هنا العقوبه تصل الاعدام. ليه؟ لانها وقعت على طفل. لانها وقعت على طفل، وده مهم جدا. حتى لو الدفاع حاول يهرب باي طريقه من الطرق حول اثبات هذه الجريمه على انها مواقعه انثى واغتصابها، فدي عقوبتها الاعدام. وهنا هيقول فين الانثى؟ شوف يبقى هو ده ممكن يكون ايه؟ ده ممكن يكون شكل من اشكال الدفاع. عشان كده بنقول لهم ايه دايما؟ لا، اذا تم اذا تمت الجريمه على طفل فلازم تاخد اقصى العقوبه الممكنه في هذه الحاله وهي الاعدام. مفهوم. ده نقطه مهمه. في نقطه بقى في غايه الاهميه ولازم نناقشها هنا بشكل موسع. اتفضل. قانون العقوبات المصري. هذا القانون تم وضعه سنه 1937. لم يكن على بال الشارع المشرع ابدا طبعا احنا نصل للحاله دي. نصل لهذه الحاله في هذه الجرايم. ده مش عايز اتكلم في الجريمه المتطوره والتكنولوجيا اللي خلتنا في مجتمع اجرام. مفهوم. انما الجريمه اللي بترتكب هنا على الاطفال لابد من تعديل وتطوير لقانون العقوبات المصري حتى يتسق مع الجرائم. مفهوم. طيب اسمع راي الاستاذ احمد وفكره انتوا، يعني اكيد عندكم بقى احصاء وعندكم رصد للحاله دي بشكل كامل، وبتعملوا ايه في المجلس؟ خليني اقول لحضرتك ان وقائع انتهاك الطفوله، يمكن احنا بنتكلم على وقائع جنسيه او انتهاكات جنسيه للاطفال لان هي دي موضوع الحلقه النهارده، انما احنا من خلال خط نجد الطفل 16000 اللي موجود والدراسات اللي اتعملت والتحليلات اللي اتعملت للبلاغات اللي بتيجي، وقائع انتهاك الطفوله في السنوات الاخيره اصبحت على كل الاشكال، بدءا من انتهاك الطفوله داخل الاسره. أي. سواء كان بدني او لفظي، زنا المحارم، ثم يليه في المرحله انتهاك المؤسسات سواء كانت مؤسسات رعايه او مدارس، وده المستحدث علينا ان انت تبعت ابنك يدرس فيرجع مغتصب، ثم انتهاك اغتصاب الشارع زي الحاله اللي معانا، وانا بعتبرها ابسط الحالات. لما يكون حد في الشارع بينتهك طفل شيء مقبول شويه عن ما تكون لا طفل ما فيش حاجه مقبوله، بس انت قصدك يعني انه في شيء من المنطقية. وضعيته منطقيه. منطقية. لكن مش مقبوله طبعا. لا مش مقبوله طبعا، بس منطقيه. طفل في الشارع ومجرم في الشارع، انما مجرم في المدرسه او في مؤسسه الرعايه او في البيت، دي اللي كانت صعبه شويه. صحيح. وعايز برضو اقول ان يمكن الحالات اللي بيتم رصدها اعلاميا او عبر وسائل الرصد سواء كانت المجلس القومي او غيره، هي لا تمثل اكثر من 10-15%. اغتصاب البنات على سبيل المثال مش هيعلن عنه، لانه شغف البنت، لانه مستقبل. صحيح. البنت. صحيح. لان ممكن تذاع على وسائل الاعلام. فانت برافو عليك يا استاذ احمد، لان النقطه دي الحقيقه كنت عايز اتكلم فيها وبشيء من ال تفصيل؟ لا، بشيء من المراعاه للبعد الانساني، وانا هنا بخاطب اكتر نفسي ووسائل الاعلام ثم اهالي الحالات. يعني انا ارجو بس انه يبقى في نوع من انواع التقدير لانه دول ولاد صغيرين هيبقى ليهم مستقبل. أنا أرجوكم. عايز أضم بصوتي لحضرتك توسل مش رجاء. أرجوكم، لأن فعلا الحقيقة في حالة من حالات الاستباحة الشديدة من وسائل الإعلام، وكأنهم أنهم بالنسبة لهم خبطة صحفية، موضوع بالجنة ده مصر كلها هتتكلم عنه وبتاع، ففي نوع من أنواع الاستباحة، يعني صورة جنة منتشرة في كل حتة. أنتوا خدتوا بال حضراتكم من ساعة ما بدأنا الفقرة أنا ما نزلتش صور. لا جنة ولا غير جنة، وعندنا حالات كثيرة بصور كثيرة، بس أنا في النهاية دوري إن أنا عايز أساعد جنة. لكن مش دوري ان انا اقعد اشهر بيها، عشان البنت دي لما تكبر هتفتكر الايام دي وتشوف التسجيلات دي فممكن تنتحر من كتر ما اتشهر بيها وعرضها بقى مستباح كده في وسائل الاعلام. دي جريمه. دي جريمه طبعا. دي جريمه وليها عقوبه ومواقع التواصل وكده. فانا ارجوكم سواء مواقع التواصل الاجتماعي او مواقع الاخباريه او القنوات التلفزيونيه زينا، ارجوكم اتكلموا عن تفاصيل الوقائع زي ما انتم عاوزين، بس لا تجيبوا اسم الاهل، يعني تقولوا جنى بس، البيانات جنى بس، حسنية بس، ابراهيم بس، احمد بس، خلاص كاسم دال على الواقعة، لكن لا تقولوا الاسم الثلاثي ولا تنشروا صور. ارجوكم لان ده عرض ناس وعرض اسر، يعني بتتكلموا على اسرة كاملة هتبقى مدارية ومكسوفة، ثم ولاد هيطلعوا معقدين، يعني هم هيتعقدوا بسبب الاعتداء الجنسي، فما بالك كمان الاعتداء الجنسي والملاحقة الاجتماعية والاعلامية، حاجة في منتهى الصعوبة.
فأرجوكم ما تبقوش انتوا والزمن عليهم، أرجوكم. فاصل ونرجع. أهلا بحضراتكم، عدنا بعد الفاصل. الحقيقه الكلام له شجون، يعني قصه العنف ضد الاطفال او العنف الجنسي او الاعتداء الجنسي، وعلى فكره يعني الكلام بيجيب بعضه حتى وصولا لفكره التحرش. ما هو التحرش ده نوع من الاعتداء الجنسي، ما وصلش لمرحله انتهاك العرض، بس هو انتهاك الحرمه، انتهاك الادميه، انتهاك حتى لو باللفظ يا استاذ احمد، حتى باللفظ التحرش. ما هو التحرش لفظي والتحرش لمسي والتحرش جنسي، جريمه. فانت عندك مراحل كثيره يعني، ودي ظاهرة انتشرت جدا وللأسف بقت مستباحة لدرجة ان في ناس بقت تتفرج على شاب بيعاكس بنت ويقعدوا يضحكوا، يعني شايفين انه واد روش يعني دمه خفيف بيعمل حاجة لطيفة يعني. فالحالة دي كنا بنتكلم في الفاصل، فالدكتورة الحقيقة قالت لي ده جزء منه الإثارة الجنسية اللي موجودة عن طريق المحفزات الجنسية اللي موجودة في المواقع الإباحية. صح. الحقيقة موضوع المواقع الإباحية مشكلة كبيرة ومؤلمة بتواجه مجتمعنا. أنا بيجي لي أطفال في العيادة من سن 6 سنوات بيتفرجوا على أفلام إباحية. لسه بعتلي واحدة على الفيسبوك ابنها في 3 ابتدائي صاحبه وهم 3 تانيين اتفرجوا على مواقع إباحية. إحنا النهاردة كأهل بندي لولادنا تليفون هدية وعليه إنترنت وما فيش رقابة وما عندناش السيستم، يعني في الخارج في حاجة بتتحط على الكمبيوتر تمنع الأفلام الإباحية إن الطفل يقدر يتفرج عليها. هنا ما عندناش العلم ده ولا نعرف. فاللي بيحصل إيه؟ عايز أقول حاجة، احنا مستهدفين في ولاد مصر. ليه؟ احنا عندنا شباب بنات وصبيان زي الفل، ثروه تفوق الثروات اللي بنسمع عنها وإشي ذهب وإشي بترول. لا، الثروه الانسانيه هي اللي هي اكتر حاجه بتملكها مصر، ودي بتفتقدها دول العالم كتير. فاحنا لما الولاد دول يطلعوا مشوهين نفسيا من الفرجه على المواقع الاباحيه، فاضيين للكلام ده، الحاجات اللي انا بشوف في العياده، ممارسه العاده السريه من سن 6 سنوات وبيتفرجوا على الحاجات ديت، اطفال سايبين دراستهم وقاعدين يتفرجوا على لا هي كمان الشريحه دي. المهمه اللي انا معني بيها اللي كنا بنتكلم فيها دكتوره في الفاصل وتقريبا كنا اتفقنا عليها، فكره شريحه المراهقين او الرجال حتى ال 20 سنه و30 سنه وظروفهم الماديه والاجتماعيه مش مواتيه ان هو يتجوز فيقيم علاقه حميميه محترمه وشرعيه مع زوجته. المحفزات الجنسيه اللي موجوده كتير في المجتمع بتبقى عامل، انا اسف، بتعامل طول الوقت زي البطاريه اللي عمال يشحنها عمال يشحنها. صح. هيجي لحظه وعايز يفرغ الشحن ده، يعني كنا بنتكلم شويه حتى مش مواقع اباحيه على البلاوي اللي موجوده في بعض الافلام السينمائيه، شاب صغير مراهق 16 سنه 17 سنه داخل فيلم لاقي رقاصه عريانه قدامه بتعمل رقص مثير جنسي، هيطلع من السينما يعمل ايه؟ يعني هو داخل 3 ساعات عمال يتشحن، عارف اللي هو بطاريه بتشحن 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 بتشحن، يطلع من السينما اول بنت قدامه حتى لو مش عريانه حتى لو محجبه هيفرج الطاقه دي فيها، وطبعا ده بقى يؤدي لشحن. لو مسك نفسه هيبقى تحرش، لو مسكش نفسه هيبقى اعتداء جنسي. لا، وممكن يكون اخواته وولاد الجيران، ممكن سودة. يكون اي حد. انا زيدك من الشعر بيت، انا يعني عملت حمله من سنتين للموضوع ده، كنت بحكي لك في الفاصل. عملت حمله دعوه للحكومه لغلق المواقع الاباحيه تيمنا واتساقا مع بعض الدول العربيه اللي عامله كده وابرزها دوله الامارات العربيه المتحده. عايزك تخش على اللابتوب او التليفون على النت في الامارات تكتب اسم موقع اباحي، يكتب لك كده هذا الموقع محظور تداوله في الامارات العربيه المتحده في المملكه العربيه السعوديه، وبسيستم بيشترى بفلوس وسهل. واعتقد ان عندنا محكمه القضاء الاداري طلعت حكم بحظر المواقع الاباحيه. حتى اللحظه النهارده الحكومه ما نفذتش الحكم ده، وكان الحكومه عايزه الناس تقبح. ما احنا معلش عايزه الناس تتفرج على الاباحه وتنبسط. بس خليني اختلف بعض الشيء. ارجوك اتفضل. احنا عندنا ليه ما بنرجعش الى التربيه والتعليم والقواعد الاخلاقيه؟ يعني انا في التربيه والتعليم النهارده وفي البيت لو زرعت القواعد الاخلاقيه في نفس اطفالنا وتربيه وسلوكيه صحيحه، اعتقد ان هو مهما شاف مش هيرتكب الجريمه بهذه البشاعه وبالشكل ده. بس ده بيبوظ التربيه يا استاذ. انا بس مش عايز يبقى المساله دي هروب من مسؤولياتنا تجاه تربيه لا أولادنا. معاك مليون في الميه. احنا لازم نربي أولادنا. بس انا عايز اشيل المعوقات اللي بتعوق تربيتي، يعني انا بربي بنتي وابني. لا انت كويس. عندك مشكله في التربيه. انا بربيهم وتعليم. يخشوا اوضتهم معاهم الموبايل لوحدهم، خلاص اللي هيشوفوه ده هيبوظ اللي انا بعمله. وحب الاستكشاف موجود عند الطفل. عندك حب الفضول والاستكشاف طبعا. عندك مشكله في قواعد التربيه. لا واللي احنا بنقوله كمان انا والدكتوره ده ملوش علاقه بالواقع اللي احنا بنتكلم فيها.
بتاعت جنى، وده برضو مهم جدا. يعني ايا كان محفزاته بتاع يطلع تفريغه الجنسي في طفله 20 على رضيعه 20 شهر، بالتالي انا كمان لا ده مرض، ده مرض. اي مبرر مهما كان لهذه الجريمه البشعه، مليون في المية، مليون في المية. يعني انا عمري ما اتخيل فعلا ان يكون هناك حيوان بيعتدي على حيوان رضيع، ما حصلتش، مستحيل. الحيوان نفسه ما عملهاش، صحيح. وبالتالي دي جريمه لا يمكن السكوت عنها، صحيح. دي جريمه لابد ان يكون عقوبتها الاعدام. طيب ناخد تليفونه بعد ما ارجع للساده الافاضل. الاستاذه نوال، تفضلي يا استاذه نوال. ازيك يا استاذ سامر؟ مساء النور يا فندم. ازاي حضرتك؟ الحمد لله تمام. اولا نمرة واحد، انت صعبان عليا. ليه؟ لانك من سنتين فتحت الموضوع ودلوقتي بتفتح الموضوع. عايز اقول لك حاجه، تفضلي. عشان انت ضميرك كويس وبتحاول وبتحاول، لا حد هيتعدم ولا حد هيموت زي البنت اللي اترمت من فوق السطوح اللي اسمها شهد لغاية دلوقتي ما اتعدمش. انت بتنفخ في قربة مقطوعة، فاحفظ اعصابك عشان صحتك، ولا حاجة هتتعمل. انا بقول لك ومجلس الشعب بيناقش حاجات غريبة غريبة، والقانون بتاعنا والقضاء بتاعنا زحلفة، فحرام عليك اعصابك، عيالك عايزينك ومراتك عايزاك. معلش يا استاذ، يعني طبعا انا شاكر ليكي اهتمامك، بس والله ما ينفعش، يعني حتى لو هنمرض ولا هيحصل لنا حاجه، بس في النهايه ده دورنا يا استاذه نوال. ولما تبقي عارفه انه ده اللي لازم يتصلح وده اللي لازم يتعمل، حتى لو في تباطؤ في اتخاذ القرارات تجاهه، ما ينفعش تملي ولا تيأسي، لان اليأس ده معناه ان احنا نموت احسن يعني. فأنا مقدر طبعا اهتمامك وذوقك، لكن دورنا ان احنا نقول مرة واثنين وعشرة لحد اللي ما عندوش دم يبقى يحس شوية يعني. ولازم نتفائل ان برضو في تغيير هيحصل. وانا هقول معلش، انا بناشد الرئيس السيسي، احمي ولاد بلدنا واطفال بلدنا من المواقع الإباحية، وده عن اللي انا بشوفه وكل زمايلي اطباء النفسيين بيشوفوه في عياداتهم من الامراض. والله انا مش عارف ايه الحكمه ان الحكومه متكيفه من موضوع المواقع الاباحيه اللي موجوده في بتاع ده. ما الدول العربيه محترمه، ما حدش يقول لي لانه وقت الحمله اللي عملتها قال لك ما هو بره. انا مالي بره؟ هو بره دينهم زي ديننا واخلاقهم زي اخلاقنا ومجتمعنا زي مجتمعهم. ما هناك بره عندهم مواقع اباحيه وما بيحصلش اغتصاب قوي، بس لان العلاقات الجنسيه متاحه بشكل عادي من غير جواز. الولد والبنت 16 سنه بيروحوا يعيشوا مع بعض في بيت مش واحد، مش محتاج يعمل ده، فمش محتاج يعمل اغتصاب لانه الجنس متاح قدامه، الجنس الحرام بالنسبه لنا يعني متاح قدامه بشكل مقبول اجتماعيا عندهم. لكن عندنا مصيبه، فما حدش يقول لي اصل بره لا مش بره، انا عندي الولد ولد والبنت بنت، اللي عايز بقى يروح يعيش بره يعيش بره، لكن هنا في اخلاق وفي احترام وفي اعراف وفي تقاليد لازم نحترمها. واللي مش عاجبه عندهم تعليم جيد وعندهم صحه جيده وعندهم اخلاق جيده الحقيقه، وبيتعلموا ثقافه جنسيه بشكل جيد. بس اخلاق جيده بس الا في فكره جيد. الا في فكره المساكنه دي، يعني بره عندهم فكره المساكنه اللي هي ولد وبنت 15 سنه 16 سنه، البنت تسيب بيت اهلها وتروح تعيش مع صاحبها بدون جواز، وبعدين لما ينبسطوا بعد 4 سنين ممكن يتجوزوا. دي مصيبه سودا ما تحصلش عندنا يعني. بس انا هقول لك حاجه، انا عشت في انجلترا سنوات طويله، التلفزيون هناك له مواعيد لكل حاجه، فكنت اقول لاولادي ايه؟ بعد 8 ممنوع التلفزيون، قبل 8 انا مطمنه. النهارده بشوف فيلم زي تجربه دنماركيه بيتذاع الساعه 9 الصبح. بشوف فيلم الكرتون حضرتك بتاع عماره يعقوبيان بيتذاع صباحا. فعلا احنا عندنا افلام كرتون عشوائيه. احنا عندنا حاليا افلام كرتون اتمنعت في بعض الدول بتذاع في مصر هنا. فيها علاقات جنسيه وفيها شذوذ جنسي. افلام كرتون للاطفال. انا واحد من الناس منعت اولادي من مشاهده الكرتون. كرتون يا ريس، كرتون وحدد لك مواقف جنسيه ومثليه جنسيه. وبليز بنحذر الناس، سبايدر مان اطفال كتير جريفه يتفرجوا كرتون. عليه كرتون سبايدر مان، خلوا بالكم. طيب خليني قبل ما اخد التليفون ده، حضرتك كنت بتحكي لي واقعه برضو فريده من نوعها في عقب الفاصل. فيلم عقب اذاعه فيلم حلاوه روح استقبل خط نجده الطفل بلاغ لطفل 16 سنه متفوق دراسيا، شاف الفيلم اعتقد ان الارمله اللي ساكنه في المنزل اللي قصاده نتيجه احاءات الفيلم بتشغله، استناها ليلا، طلب منها كوبايه ميه، انا جاي متاخر بس مش ملاحق اطلع البيت. الست طبعا ده ابن يعني زي ابنها بيتضرب، بيستكن قصادها وبيتحرك قصادها، دخلت تجيب الميه، دخل وراها غافلها واغتصبها. يا نهار ابيض. لما فاق من النوبه بتاعت الفيلم راح قتلها، لما اكتشف ان هو هيضيع الولد مسجون. طب ما هو ضاع.
هو لحظتها. عشان كده انا لما كنت عشان بس والله الناس اللي بنقعد نقول لهم مش عارف يقول لك ده ابداع ده حريه ابداع ده حريه. لا الفيلم ده كان فيه 5 جرائم احنا بس اللي مبدعين. 5 جرائم ارتكبت في حق الطفوله الفيلم في الفيلم حلاوه روح. طبعا في مخالفات ده في عملت الاطفال والعنف ضد الاطفال والعنف من الاطفال واستغلال كل حاجه عرض منتج يثير الاخلاق وغريزته في 5 جرائم اتعرضت في بسم الفيلم. بسم الله ما شاء الله. طيب ناخد الاستاذ محسن. اتفضل يا استاذ محسن. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. احنا بنقول لحضرتك بعد اذنك يعني النت دوت ملهوش لازمه. لا مش كل اللي مبوظ الدنيا. مش كل النت يا استاذ محسن. والله يا بيه التليفونات كلها بصراحه يعني العيله الصغيره بتبقى معاها التليفون لمؤاخذه وماشيه بتتفرج على افلام. عندك حق بس هو القصه هو طبعا متهيألي قصده معانا فكره الافلام الاباحيه او المواقع الاباحيه لكن النت فيه حاجات كويسه الناس بتخش تجيب علوم ومكاتب وافكار وابحاث لكن للاسف احنا عندنا النت شمال بس هو ده اللي استخدامه في مصر يعني لان ما عندناش توعيه بيه برضه. نعم ما عندناش توعيه بالقيم الاخلاقيه او ازاي تستخدمه. السمارت فون هديه للولد وشايل له سمارت فون وداخل على النت بيشوف ايه. انا مش فاضي انا يا اما انا بشتغل يا اما انا بعض الدور. لا واحنا كمان عشان نظام التعليم عندنا سيء فالمفروض التعليم يقول للولد انت بقى اعمل لي ريسيرش مش عارف كذا فخش على النت لكن احنا ما بنطلبش مننا ابحاث احنا احفظ بس فبتقعد تحفظ وبعد كده النت تستخدمه بقى في ان انت ايه للاسف تفضفض عن نفسك شويه. استاذه منى من اسكندريه. الو السلام عليكم. وعليكم السلام يا فندم اهلا وسهلا. ازيك يا استاذ تامر ازي حضرتك يا فندم. الله يكرمك صدقني البرنامج في منتهى الروعه. اشكرك. ولكن انا بناشد الله يكرمك وبقول لك ربنا يديك الصحه والعافيه ودايما يا رب كده في المزيد. تسلم يا فندم. لكن انا بناشد الاسره المفروض الاسره يبقى عندها وعي ديني. الوعي الديني بتقول لاولادها الشخص اللي كلمك قبل كده بيقول لك بتمسك البنت الموبايل وبتشوفه وهي ماشيه في الشارع. فين الوعي؟ فين الام؟ فين دور الام؟ فين دور الاسره؟ صحيح. بس هو يا استاذه منى ما هو انت هتوعي لكن انت هتفضلي مراقبه بنتك زي المخبر او ابنك 24 ساعه وتخش معاه الاوضه وتخش معاه السرير وتبصي هو بيتفرج على ايه شيء صعب. مش مخبر لكن انا لما بوعي ابني بالوعي الديني الصحيح ان ده حرام وده مش المفروض ان احنا نعمل كده ان اخلاقنا الدينيه ما تتماشاش معانا. ديننا الاسلامي ما بيقولش كده فيبقى عنده وعي وعنده حرص بان هو ما يتفرجش على حاجه زي كده. يا رب الاسره ترجع لدورها ويبقى في تفعيل للكلام اللي حضرتك بتقوليه ده. طيب استاذه هاجي لك والله بس التليفونات بس ناخد الاستاذه فريال. اتفضلي يا استاذه فريال. مساء الخير يا سامر بيه. مساء النور يا هانم اتفضلي. بحيي ضيوفك الكرام. اشكرك. عندي تعليق صغير. اتفضلي يا فندم. على موضوع اغتصاب الطفله دي يعني اولا ما فيش تعليق يليق بالواقعه دي. لكن عايزه اذكر حضرتك بان الواقعه دي حصلت قبل كده في عهد الرئيس مبارك ربنا يديله الصحه. وافتكر قوي ان القضاء اخذ قرار باعدام الجاني لو حضرتك تراجع الجرائد. اعتقد متذكر واقعه زي دي 2008 و2009 حصلت حادثه اغتصاب طفله فعلا. الو سامعك يا فندم. ايوه يا فندم. والجاني اخذ اعدام. ده انا متهيألي لو انا فاكر صح لو انا فاكر صح ده ما كانش جاني واحد كانوا متهيألي 2 3 اغتصبوا. نعم؟ متهيألي لو انا فاكر الواقع صح ما كانش جاني واحد كان 2 أو 3 اغتصبوا طفله صغيره والثلاثه خدوا اعدام. ايوه يا فندم فين قضاءنا من الحوادث دي كل يوم يا فندم كل يوم يعني في الشهر حاسدين وثلاثه زي كده. صحيح. فين القضاء؟ القضاء بتاعنا فين؟ احنا عايزين قانون اسمه قانون العيب وبعدين احنا بنلوم على الطلبه وبنلوم على النت وبنلوم فين الربايه؟ فين الربايه دلوقتي لما طلبه جامعه امريكيه في مصر يطلعوا يعملوا حفله انا اسفه في اللفظ حفله اباحيه ويطلع المنسق بتاع الحفله يقول دي حريه شخصيه ان كانت الحريه كده لا تسقط الحريه. شكرا جزيلا استاذه فريال. مع كامل الاحترام طبعا للجامعه الامريكيه انا مش عارف هم عملوا ايه بصراحه تفصيلا يعني. الجامعه الامريكيه هي احد المدارس في احد المدارس الاجنبيه انا ما سمعتش الجامعه الامريكيه عملت حاجه في احد المدارس الاجنبيه هي اللي عملت جابوا رقصات روسيات باين وحاجات ايوه وهم كمان كانوا بيرقصوا والملياطه دي وبتاع حاجه عرايا.
مش مصر. مش عارف والله مش العظيم مصر. لا ما هو مش مسألة مش مصر ولا المدرسة دي مش ليها لا مؤاخذة. اه وفين بابا وماما؟ لا هم مش بابا وماما مين؟ وبابا وماما هيجوا معايا المدرسة؟ لا بس انا بس حضرتك هم دول مش مستوردين، هم دول ولادنا، ابني وابنك واخويا واختي يعني. يا فندم ما هو الولد على ما تربيه، لما الولد يبقى في المدرسه الانترتينمنت او الترفيه اللي انت بتقدمه له جايب له عاريات راقصات روسيات، فالولد يعني دي الثقافه اللي انا ربيته عليها، هيطلع احمد زويل ازاي يعني منين؟ دي السلوكيات اللي انا ربيته عليها كاب وام. فساد الاطفال من فساد الاباء والام. استنى بقى نسمع الاستاذ محمد، كنت بتقول لي لسه عندك تفاصيل اللي عايز تقولها. بالظبط طبعا بعد ما تعرضنا على النيابه، النيابه فضلت تحقق مع الاطفال يعني فتره التحقيقات خدت بتاع حوالي 4 ايام وكده، وتم كان القبض ساعتها عن المتهم. بعد كده تم عرض الاطفال على الطب الشرعي. كويس تمام، والمتهم فضل محبوس. تمام، كان في واحد من الاطفال النيابه اتحفظت على الهدوم بتاعته وبعتتها لمعامل الطب الشرعي. تمام، فبعد فترة طبعا المتهم تم إخلاء سبيله. بعد ما تم إخلاء سبيله، إخلاء سبيله ليه؟ تم إخلاء سبيله بناء على التقرير المبدئي اللي هو بتاع الطب الشرعي، إن هو ما ذكرش في أي اعتداء جنسي على الأطفال. ازاي ما كانش تحليل سليمانوي ظاهر لسه، ما كانش لسه اللي هو تحليل الملابس. انت حضرتك قلت لي وقتها الدكتور ساعتها قال لك اطلع على الاسم بسرعه عشان في اثار للاعتداء، في اثار الاعتداء مثبته في المحضر. تمام، المحضر طبعا قدمنا كل حاجه للنيابه. طيب تمام، قدمنا كل حاجه للنيابه. جه بعد 4 ايام من الواقعه الاطفال اتعرضوا على الطب الشرعي. المفروض الاطفال كانوا اتعرضوا في نفس اليوم على الطب في نفس الشرعي. اليوم طبعا عشان الاثار تبقى لسه موجوده. اتعرضوا بعد رابع يوم. الكلام اللي بيقوله الاستاذ محمد صح؟ محمد مهم جدا. تمام، عشان نبقى بنتكلم في فكره الاجراءات وبرضه ازاي الحقوق بتضيع بالشكل ده. بالظبط، انا اعرض على الطب بعد 4 5 ايام يكون الواقعه خلصت واثارها خلصت. بالظبط، واثارها انتهت. صحيح تمام، فجي تقرير الطب الشرعي ان هو لا يوجد اثار اعتداء جنسي على الاطفال، فالمتهم تم اخلاء سبيله. ولكن كان في تحريات مباحث بصحه الواقع، في شهود عيان. تمام، في شهود عيان اللي هو شاهدين على الواقع. تمام، جي بعدها طبعا اللي هو المتهم خد اخلاء سبيل. بعد ما اخذ اخلاء سبيل جي تقرير الطب الشرعي اللي هو خاص بحرز الهدوم تحت الاطفال ان هو يوجد اثار سائل منوي. تمام، مفهوم. جت النيابه استدعت المتهم، بمجرد ما استدعته اهله هربوه عشان مش عايزين يثبتوا اي دليل على المتهم، على اساس النيابه عايزاه على اساس تعرضه على الطب الشرعي على اساس تطبق العينه من عدمه سواء اذا كان تخصه او ما تخصهوش. تمام، ما انا فكره اخلاء السبيل دي هي هي المهم. حضرتك بعد كده اما المتهم هرب النيابه استدعته اكتر من مره، بعد كده صدر ليه قرار ضبط واحضار رسمي. وكنا مقدمين تظلم على تقرير الطب الشرعي، صدر قرار من المحامي العام في هنا بإعادة تشكيل لجنة ثلاثية وإعادة الأطفال مع المتهم على كبير الأطباء الشرعيين في القاهرة. تمام، طبعا المتهم خد فترة طويلة هربان لغاية إن إحنا لحد النهاردة هقول لحضرتك عرفنا مكانه كان فين. كان هربان فين؟ كان هربان فين؟ كان هربان في منطقة تابعة لاسم الأنطرة شرقي في الإسماعيلية. تمام، وعرفنا مكانه بالظبط فين، وبلغنا اللي هو مركز شرطة الدشنة وبلغنا النيابة بمكان كويس. المتهم. تمام، فطبعا حصل تخاطب اللي هو بين اسم الأمطار شرق وكده، فتم تضييق الخناق عليه هناك وكده، فهرب هرب من هناك ورجع عندنا. أيوة جاب في الآخر ولا لا؟ مسكوه. حلو، اتقبض عليه. مجرد ما اتقبض عليه اتعرض على النيابة. المشكلة الكبيرة كانت النيابة أحالت القضية للمحكمة. تمام، فالنيابه اصبح ان هو ايه مش مطلوب في النيابه. تمام، فاتساب ازاي مش مطلوب في النيابه؟ مش القضيه دلوقتي في محكمه ولا القضيه اتحفظت؟ لا القضيه ما اتحفظتش، القضيه اتحالت مجرد احاله الدعوه للمحكمه اصبحت تحت سلطه المحكمه. طب والمحكمه مش تستدعيه؟ المحكمه لازم يحضر طبعا بنفسه في الجلسه. في الجلسه ما بتحلش محبوس؟ لا، في الحاله دي ما تحلش محبوس، هو هارب. ان هو كان هارب، هو توصيفه هنا هارب مش محال محبوس. بالظبط، وبالتالي هنا ما تمش ولا راح اتعرض على الطب الشرعي مع الاطفال. بالظبط، ولا تم اخذ عينه للسائل المنوي لاثبات السائل المنوي الخاص. فانت قصدك كده ان المحكمه القضيه هتروح عند المحكمه كمان ضعيفه؟ مفيش. بالظبط، يعني مفيش دليل ضعيفه، ما القاضي في النهايه له ورق. بالظبط، ليه ادله؟
لأدلة ورق وأدلة وتقارير طب شرعي، فلما الورق ده يبقى ضعيف بالظبط تقرير رايح انه يوجد اثار سائل منوي بس ما لهوش مطابقه. طيب انا هرجع لك تاني واسالك في فكره كمان العلاقه بينك وبين او بينكم كاسره بين الولاد، ليه الولاد هل بس الخوف يعني ليه الولاد ما فتحكوش من اول اعتداء؟ المفروض ده حاجه ضد تربيتنا وبتاع، ده الواحد لو ابني ولا بنتي في المدرسه حد بضربه بيجي لي يحكي جري، تمام، فما بالك حد عمل معاه المصيبه دي ازاي ما يحكيلكوش؟ المتهم كان بيهددهم، كان بيهددهم. شوف حضرتك ولو بس الولد اول ما يروح لحضن امه لازم يحكي لها، يعني متهيألي ده العلاقه الفطريه انه بيحصل اي نوع من انواع الخوف. لما طفل صغير سبع سنين او تسع سنين حضرتك بالظبط انه بيتهدد لو قال حاجه زي كده لو مراهق او بتاع عيل صغير تسع سنين عشر سنين لسه احنا ما عندناش ثقافه التوعيه الجنسيه، ودي ثقافه العيب والحرام. حتى الاطفال لما بيتكلموا عليها بيقول لك ايه عمل معايا عيب، فهو في حد ذاته بيحس انا بشعره بالذنب. احنا ربنا اولادنا واحنا بنشعرهم بالذنب ان لو حد عمل لك كده انت المخطئ. فالاطفال اللي بنتعامل معاهم واللي بيجوا لنا في الحالات دايما بيحس عنده التربيه الجنسيه عندنا قاصره لدرجه حتى ان الولد ولا البنت في 14 سنه 15 سنه تكسر مامتها يقول لك مش عارف حتى العيال بتيجي ازاي يقولوا عيب يا ولد ما تتكلمش، عيب يا ولد ايه بالظبط كده. ده عمليه جنسيه طبيعيه بس بتحصل في الحلال لما تتجوز يعني ما فيهاش حاجه، لكن للاسف عندنا يقول لك عيب يا ولد وبتاع، عيب يا ولد. طيب فبالتالي هو عيب انا بنفسي مصلحه الطب الشرعي نوع من الخوف شويه كمان. مصلحه الطب الشرعي دي نقطه في غايه الاهميه. عندي كم هائل من القضايا ثبت تماما التعدي جنسي في جمعيات اهليه وفي في اماكن مختلفه، ومن احيانا كثيره جدا من زوج الام بيحصل كتير على بناته وبيحصل كتير جدا وبيسبق، وفي النهايه الطب الشرعي بيجيب ان مفيش اعتداء خالص. ليه بقى؟ ايه مصلحه الطب الشرعي؟ اكيد مش مصلحه يعني. لا ما حضرتك النهارده بدات الكلام ايه؟ قلت لي حاجه مهمه جدا، قلت لي احنا مش عايزين نصير بلبله برضو خلي بالك. مظبوط. ودي نقطه مهمه، قد تكون هذه هي ثقافه الطب الشرعي، ولو دي الثقافه يبقى في حقوق بتضيع كتير. لا دي مصيبه، دي مش ثقافه، دي مصيبه. الجزء الثاني لا انا ممكن افهمها انها خلل في الاجراءات. لكن ثقافة الطب الشرعي ان هو مش عايز يعمل بلبلة فبالتالي يمرر، لا دي مصيبة. عشان كده لازم من هنا احنا منبر مهم جدا، تمام. لازم نخاطب الطب الشرعي هنا، مصلحة الطب الشرعي الحفاظ على حقوق هؤلاء الاطفال طبعًا. وخاصة الذكور منه. طيب اسمح لي في جزئية بس انا هرجع لك تاني بس عشان التليفونات مش طبعًا. ما بحبش ابقيهم كثيرا لان الساده متكرمين وبيتصلوا. الاستاذ مجدي اتفضل. يا استاذ مجدي السلام عليكم. وعليكم السلام يا فندم. مساء النور يا فندم. اهلا وسهلا. خير عليك وعلى ضيوفك وعلى اسره البرنامج كلها. مشكورك يا فندم. عارفين يعني حضرتك ايه اللي بيحصل ممكن تشوفه ده. عارفين احنا الدنيا مودينا على فين طبعا الحاجات اللي بتحصل دي. احنا بقينا يعني خلاص عندنا تخوف ان احنا ما ننزلش عيالنا الشارع ولا لا لا مش للدرجه دي. هو زي ما كنا بنتكلم دلوقتي يعني. احنا بننبه وبنحذر مش بنخوف. الناس ما بترضاش اللي هي تروح تبلغ بحاجه زي كده. صحيح. صحيح. يعني بتحصل حاجات في الكوره كتير جدا يعني حصلت في بلد عندنا والناس بتقول لك لا انا ما بلغش يعني لو بلغت هتفضل ماسكه في العيل او في يعني في طفله طول عمره يعني بصراحه انا ببقى متفهم الشعور ده. كمل يا استاذ مجدي سامعك. وحضرتك الحكومه ما بتعملش حاجه، ما بتعملش، ما فيش رفع لحاجه زي كده، ما فيش مثلا حد في مره دي خد اعدام يطلعوه مجنون يطلعوه كده، فايه الحل؟ طب ما تخرجش عيالنا؟ يبقى في جهل بقى في الدوله. تمام. بس هي دي بس عشان بس ما بقاش ظالم قوي، دي مش الحكومه قوي، دي ليها علاقه بالقضاء والاجراءات وكذا. الحكومه هنا ما لهاش علاقه، الحكومه بس ليها علاقه بالقصه اللي احنا بنعملها دي، اللي انا ان شاء الله ان شاء الله قبل ما اموت يعني يا رب موضوع غلق المواقع الاباحيه ده، لكن دي بس ما لهاش حكومه، دي ليها علاقه بالطب الشرعي والنيابه ثم القضاء. الاستاذ محمد اتفضل. يا استاذ محمد. الو. مساء الخير يا استاذ محمد. الو السلام عليكم. وعليكم السلام يا فندم. والله انا بشارك بس هي القصه بالنسبه لي انا بشوف ان المشكله في سرعه التشريعات الاوهام اللي موجوده دي رقم واحد. سرعه الايه؟ سرعه التشريعات. اول حاجه التشريعات بالنسبه لنا تشريعات تشريعات راضعه للمشاكل اللي احنا محطوطين فيها في المجتمع بتاعنا. ايوه. تاني حاجه اللي بيتبع التشريعات دي السرعه في التنفيذ، لان الفكره ان كل ما كان الوقت بيطول على تنفيذ القانون على المجرمين
الموضوع طبعا بيطور والناس خلاص بيبقى مفيش رادع، مفيش رادع. صحيح صحيح. ويا اما في الاخر هنتحول لقانون الغابه. يعني انا طبعا نسال، شايف الاستاذ اللي محاضرتك ده من الصعيد. مظبوط. فانا انا لو 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 اتحطيت في الوضع ده انا ما اعرفش، انا ما كنتش خرجته اساسا من باب البيت بتاعه اللي هو متجنزر ده، وكنت خلاص خدت حقي بنفسي. انا لو حطيت ما نفسي مكانه وولادي في الوضع ده، انا ما كنتش طبعا في الوضع اللي انا عارفه بتاع القانون بتاع بلدنا وضعف التشريعات ضعف التنفيذ. انت عندك حق في اللمبه الحمراء اللي انت بتنورها، فكره انه الناس لو ما امنتش الى ان الحق بتاعها هيرجع سواء عن طريق القانون او القضاء او النيابه او كذا، ساعتها ربما الناس تلجا الى انها تاخد حقها بايديها، وساعتها تبقى مصيبه كبيره يعني. طيب في حد تاني ولا ارجع للضيوف؟ طيب في نقطة تانية. انت كنت بتتكلم عن مصلحة الطب الشرعي. لازم هنا تحديث اجهزة الكشف هنا على التعدي الجنسي، وده مهم جدا. عندنا اجهزة متهالكة جدا في المسألة دي. عندنا اجهزة ما بيستخدموش اجهزة، ده بيعملوها يدوي. في اجهزة متطورة جدا ما بيستخدموش اجهزة ساعات المستشفى. بيعملوها بلدي يدوي كده عادي كده. وهنا هنا الازمة. صحيح. هنا الازمة، هنا البنت بيتم الاعتداء عليها. لان هو هنا انا توقعت كده، بس محمد اكد كلامي. وانا كمان باكد على ده، هنا بيتم الكشف على البنت على انها كشف عيني اللي هو فض غشاء البكاره من عدمه. لو ما فضش غشاء البكاره خلاص كده، او ان يبقى في انتهاك وتعوير او بس كده ظاهري، يبقى هنا بناخد البنت نسلمها للمعتدي مره ثانيه. مظبوط صحيح. وهنا عندك دي حق. يبقى هنا لازم تطوير اجهزه الطب الشرعي حتى تثبت الاعتداء الجنسي. صحيح. مهما كان طريقته على الاطفال. طيب. بالتحديد. وده نقطة مهم. في نقطه مهمه عايز اسال فيها الدكتوره كمان واسال فيها الاستاذ احمد. في نقطه برضو عايز اضيفها لحضرتك يا استاذ سامر. اتفضل. النقطه اللي بيتكلم فيها مع المستشار احمد مصلحي، تمام. اللي هو موضوع الطب الشرعي وكده، انا استغربت الطبيب اللي هو بتاع الجراحه والجراحه العامه وجراحه الاطفال اكتشف فيه اثار اعتداء جنسي على الاطفال، والطبيب الشرعي ما يكتشفش. دي مشكله، مشكله كبيره. بعدها بفتره بعد ما ظهر التقرير الطبي اللي هو الخاص بالطب الشرعي، اختي نفسها ما صدقتش التقرير. طبعا. خدت الطفل وراحت لدكتور. ما هو قال لك انت بتتكلم باستشاره كشف بدائي بالعين كده بس على الحاجات الظاهريه، وده ما ينفعش. لها بعد الواقعه باكثر من 20 يوم يا استاذ تامر او 25 يوم، دكتور الاستشاري للمسالك البوليه اكد لها ان هو في اعتداء جنسي. طب ازاي ده يعقل يعني؟ ما هو مساله ازاي ده يعقل؟ تطوير هذا الجهاز. طيب الاستاذ عبد الحكيم، اتفضل يا استاذ عبد الحكيم. يا استاذ عبد الحكيم لو ايه يوستينا، دكتوره يوستينا، ده كده الاسم صح؟ انا منطقه صح دكتوره؟ امس اخير. مساء النور يا فندم. فندم 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 او الدولة وكذا. بس نفسيا بقى نتكلم فيه ازاي؟ خليني اتكلم ان قضية الإساءة الجنسية للأطفال سواء بينهم وبين بعض، بس لازم حد بيبقى كبير عن حد. بس دي مش إساءة يا دكتورة، أنا بكلمك على طبيعة حياة. دي طبيعة حياة، 8 عايشين في أوضة، العملية الجنسية بتحصل قدامهم بيننا يعني، مش عارف أقول كلام ما ينفعش. بس أنا فاهمة. هنا مش إساءة، ده هم ده طبيعة حياة خلاص، الحياة بقت ماشية كده. لو هنقول مثلا طفل عنده 14 15 سنة بيعمل ده مع طفل عندها 6 سنين هنسميها إساءة جنسية حتى لو هم محارم. لان هو يعي اكتر شويه. بس هو ايه السبب؟ هو ايه السبب؟ هو بالنسبه له بالليل بيشوف والده ووالدته قدام بقى قدامه. صح. يعني مفيش كلام. هو طبعا احنا هي القصه كلها من فوق لتحت، يعني الاب والام لازم يكونوا اكثر وعيا. وعلى فكره برضو في المستويات الطبقات العليا بعضهم بيعمل ده ويفتكر البنت نايمه والولد نايم وما تقلقيش ونايمه جنبنا وجالي بنات متاثرين ان هم شافوا حاجه زي دي ولها اثار جانبيه مجرد الشوف من غير اي حاجه ثانيه، من غير اي اساءات، بتعمل اثار نفسيه عاليه طب جدا. طب هو ده محتاج تربيه جنسيه سليمه يعني؟ هو انا اسف يعني، هو اي ولد وبنت، انا هنا بتكلم بقى على سن كبير شويه، مش اطفال لسه ما يدركوش، مثلا 14 سنه 15 سنه، هو المفروض يبقى طبيعي انه عارف انه دلوقتي بيحصل فيه علاقه حميميه بين بابا وماما؟ ملوش دعوه. مش طبيعي. انا ما بقولوش يحضر يا دكتوره، انا بتكلم على يعني فكره انه معرفه، بس فكره المعرفه يعني، فكره انه مش عارف هو ايه اللي بيحصل
يعني ولا الطبيعي ان احنا نبقى قاعدين واثناء التربيه الجنسيه وبنفهمه ماما بقى ولا بابا على حسب البابا اللي بيكلم البنت ولا ماما اللي بيكلم الولد ولا كذا، وطبيعي ان بيحصل كذا، ولما تكبر وتتجوز هتعمل علاقه جنسيه كده بالشكل الشرعي المستقيم ده مع مراتك. يعني انا قصدي انه ولا هو فكره السر له الخفي اللي بيحصل جوه في الاوضه ما اعرفوش. في احد حاجتين نقطتين حضرتك قلتهم، طبيعي انه يعرف ان في علاقه جنسيه بتحصل بين الاب والام بين الخال، يعني ده طبيعي، ولكن يعرف دلوقتي ان ده بيحصل؟ لا 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 تمام لا لا مش دلوقتي، لا انا بخش اقول انا دلوقتي ده يا دكتوره لا طبعا، بس انا بتكلم انه يبقى عارف ان ده بيحصل عادي ان انا وماما مش بنعمل حاجه عيب. اه بالظبط، هي دي الفكره، مش مشكله، بس مش لازم احطها انا وماما اقول ايه البشر كلهم عشان ليه انا وماما ليه لا ليه وانا بعمل حاجه عيب ده انا وحاجه الوحيده اللي صح بالنسبه لي انا وماما. ما هي دي الثقافه الجنسيه. ليه ليه مش انا وماما؟ ما احنا بنتكلم هي دي الثقافه. لو البشر كلهم هو هينطلق على البشر كلهم وتبقى مصيبه. طيب الدكتوره يوستينا رجعت لنا. يا دكتوره مساء الخيرات تاني. مساء الخير، ازي حضرتك يا اهلا يا دكتوره، ازي حضرتك؟ انا كنت عايزه بس اعلق على حاجه. اتفضلي. انا صيدلانيه في وحده صحيه، وكان عندنا حاجه اسمها لجنه مشاركه المجتمع. تمام. واللجنه دي بتقوم بندوات تثقيفيه يوميه للمنتفعين اللي بيجوا الوحده، وفي اربع ندوات شهريه بتتم في مناطق ثانيه بره الوحده، منهم حضانات، كنائس، جوامع، مدارس. فرحت حضانة ويعني تيم من الوحدة وعملنا توعية عن طريق، بصراحة كنت بسمع كتير لفريق اسمه فريق حماية عن التوعية الجنسية وازاي نحمي نفسنا من الأطفال التحرش وكده، من غير ذكر كلمة تحرش أصلا يعني. تمام. زي اللمسة الحلوة اللمسة الوحشة. ورحت المدرسة، ومش عايزة أقول لحضرتك اللي شفته في المدرسة. من شفت يعني بعد ما اتكلمنا جريت ورايا بنت بتقول لي انا بابايا بيعمل كذا وكذا، انا ذهلت يعني، انا كنت اسمع الكلام ده بس اول مره يعني حد يحطني في الموقف. بابايا بيعمل كذا وكذا معاها؟ معاها هي. ماما فين؟ ماما بتبقى بره. طب ازاي بتعملي ايه؟ انا خايفه مش عارفه اتكلم. طب ماما عارفه؟ لا ماما مش قادره اقول لها. بس قعدنا مع البنت من غير يا دكتوره من غير اسم المدرسه، بس المدرسه دي لا. في منطقه عامله ازاي؟ منطقه شعبيه، منطقه متوسطه، منطقه شويه شويه ايه؟ شويه شعبيه. تمام. والنهارده برضو كان عندي برضو ماده تثقيفيه في المدرسه، وبرضو البنات مع بعضيها في الفصل، كان مرحله عمريه اصغر من البنت الثانيه، ففعلا الموضوع يعني البنات مع بعضيها في الفصل ايه؟ نعم. البنات بيعملوا علاقات جنسيه مع بعض في الفصل؟ لا يعني لمسه كده مش عارف ايه يعني، فبرضه اخذت البنت على جنب. ده سن قد ايه يا دكتور؟ سن قد ايه؟ يعني ابتدائي. انت مش عارفه ان ده غلط، بس انت اديك عرفتي غلط، لان زميلتي انا ما اقصدش انا مش عارف ايه، قصدي زميلتك يعني البنتين اشتكوا من زميلتهم الوسطانيه. قلت لها يعني زميلتك اللي على اليمين اشتكت وزميلتك اللي على الشمال اشتكت، اكيد في مشكله، حتى لو انتي مش عارفه ان دي في مشكله قد كده. هو المدرسه دي دكتوره المدرسه دي، طب حضرتك لما سمعتي الكلام ده في ناظر للمدرسه دي وفي مشرف للمدرسه دي؟ لا اتكلمت طبعا. وفي اخصائي اجتماعي او نفسي في المدرسه دي؟ طبعا. طب هم فين بيعملوا ايه يعني؟ لا هم كانوا معايا بصراحه، هم المبادره كمان هم جولي وقالوا لي احنا عايزين نعمل المبادره جسدي ملكي. يا جسدي ملكي ولا ملكو يا دكتوره مش قضيتي دلوقتي، هم جايين يفوقوا بعد اللي هنا بسنه، هم فين يعني؟ انت لما رحتي ندوه واحده بس اكتشفتي المصايب دي كلها، دول المفروض عايشين مع البنات في المدرسه كل يوم، ازاي ما اكتشفوش المصايب اللي بتحصل دي؟ اقول لحضرتك الحاجه، يعني دورهم ايه؟ مش كل غريب بس ما يحكوش للمدرسه يبقوا محسوسين، يعني برضو انا مش بلوم على المدرسات بصراحه. يعني البنت اللي اشتكت لك دي، البنت اللي اشتكت لك دي ان زميلتها بتتحرش بيها او بتمسك جسمها او كذا، ما تروح تشكي للناظر او تشتكي للاخصائيه الاجتماعيه والنفسيه وتقول لها البنت دي مش تمام وبتمسك جسمها؟ يعني هتعاقب. ما انا اقول لحضرتك هتعاقب، هم ممكن مين هتعاقب؟ فاكره زميلتها ان ده هزار يعني، تشتكي ان انا اتكلمت ان الجسم ده ملكك ما ينفعش حد. ليه راح الاسم يا ريس؟ ده راح للناظر. حتى لو بهزار فاتكلمت يعني، هم عايزين البنات، عايزين حد يتكلم معاهم، عايزين حد يسمعهم، ده اللي انا بناشد حضرتك منه يعني. ده كلام مهم، ده كلام مهم طبعا. يعملوا كده، ينزلوا مفهوم. المدارس، ينزلوا لا ده هنا مش وحده صحيه بقى يا دكتوره، يعني انا طبعا شاكر لاهتمامك وتنبيهك المهم، بس انا هنا هوجه الكلام بس في سكه وزاره التربيه والتعليم، انه يعني احنا هي الوزاره اسمها تربيه وتعليم، والحمد لله الحمد لله ان احنا ما عندناش تعليم.
الحمد لله. فارجوكم خلوا بالكم الاولانيه بقى، يعني انتوا الوضع الحمل تقيل عليكم فمش عارفين تشيلوا تربيه وتعليم، فخلاص ربنا يعوض في التعليم من حلها حلال. لكن في التربيه كمان، طب امال وزاره ايه بقى؟ كلمه وزاره بس اللي فاضله، يعني الوزاره موجوده فعلا، ما اعرفش في الفلك بقى ولا ما اعرفش في وزاره في وسط البلد في شارع فلكي صح والله ابن حلال، فالوزاره بس اللي فاضله. فين التربيه؟ التربيه ابسطها ان انا اخلي بالي من العيال، فالاخصائي الاجتماعي والاخصائي النفسي والاخصائي مش عارف بيعملوا ايه. هو لازم الشكوى انه في الغش، طب وبالنسبه للجنس ايه ده؟ تمام عادي يعني زي الفل. اذا كانت الحكومه فاتحه الموقع الاباحيه تبقى الوزاره قال لك عيشوا. انا عايز اتكلم على حاجه اسمها، طب اخد محمد وبعدين نتكلم. استاذ محمد. السلام عليكم. وعليك السلام والرحمه، اهلا وسهلا. ازيك يا باسم؟ ازاي حضرتك انت؟ ازيك يا عم تامر، اخبارك ايه يا باشا؟ والله انا تمام. وازاي كلهم بيسلموا عليك. خليك. بالنسبه للموضوع الله يخليك حبيبي، انا مدرس. تمام. انا مدرس معدي 50 سنه. ايوه. وزعلان قوي، زعلان من الوضع عشان بتاعت اللي انت لسه كنت عايز بتتكلم فيه دلوقتي. انا كنت عايز اتكلمه. اتفضل. اساس الموضوع كله استاذي موضوع غش المدارس. غش في المدارس، انت عارف معنى الغش يعني ايه يا باشا؟ غش في الاخلاق، غش في التربيه، غش في الاداء، غش في الشغل، غش في كل حاجه. فدي مأساتنا. صحيح. واخد بقى حضرتك؟ فاصلا انت عارف ان اكتر من 70 80% من المدارس بيغششوا المدرسين نفسهم. المدرسين بيغششوا الاولاد اكتر من 70 80%. طب ازيدك من شعر بيت يا استاذ محمد؟ لا، عبد الواحد. ايه؟ عبد الواحد. عبد الواحد. امال مين محمد ده؟ معلش، عبد الواحد محمد. ده كمين يا ماشي، خش باسم حركي. لا لا مش كمين ولا حاجه بس. طيب ماشي، ازيدك من الشعر بيت يا استاذ عبد الواحد. هل تعلم انه في اهالي بيحضوا ويشجعوا اولادهم ان لو عرفوا يغشوا يبقى برافو عليهم؟ ده المأساة. يعني مش بس مدرسين بيغششوا، لا ده الاهالي كمان يقول له لو عرفت تغش برافو، لو الواد ابنه نجح وجاب مجموع حلو بالغش بيفرح بيه، يقول له يا سلام برافو عليك يا ابني عديت السنه وبتاع وبرافو ان انت يعني ايه نصبت على المدرس والمراقب وما عرفش يقفشك. ده احنا بنضحك على بعض. لا احنا دي تمثيل مسرحيه كبيره. اي أيوة والله. احنا فلوسنا بالنسبه للكلام ده غش ومالهاش لازمه وحرام. عندك حق، شكرا جزيلا يا استاذ عبد الواحد، وعندك حق والله العظيم. احنا قلت لكم والله لا تربيه وتعليم، هي بس الديوان بس اللي موجود، ديوان الوزاره اللي في الفلكي، لكن الباقيين تربيه وتعليم. انا كنت عايز اضيف لحضرتك حته صغيره بس على القصه بتاعت الثقافه الجنسيه، لان حواليها لا مرفوضه، مجتمعنا ما تديهاش التوعيه والثقافه الجنسيه بتتم لو ما تمتش بشكل مقنن او بشكل مشروع، وهو ما يسمى توعيه او ثقافه، بتتم بشكل ممسوخ وهو مسخ لده. يعني اللي مش هتقوله حضرتك لابنك وهتعرفه له هيعرفه من صاحبه، بس بشكل ممسوخ ومشوه. مزبوط. قد يؤدي لانحراف. هو للاسف احنا بنقتنع انه لو انا ما قلتوش خلاص يبقى الولد ده هيقول شكرا. دي تطورات فيسيولوجيه بيولوجيه نفسيه هيمر بيها الولد. صحيح. مش هتقدر تمنعها. حضرتك لو قعدت له 24 ساعه غفير مش هتمنعه من ان هو يحصل له مرحله الاستمناء، او ان البنت يحصل لها مرحله بيريود، فبالتالي هي هتيجي. فلازم انا كاب وام اوجههم صح واعرفهم بيها. لو هخش بقى في العلاقات زي ما كلمت الدكتوره، لا بس المدرسه كمان معلش قبل ما تخش، والمدرسه كمان ليها دور. والمدرسه طبعا. والمدرسة بس انا مش هعمل للمدرسه توصل ده دلوقتي اذا كانت هي مش موجوده. وبيتم ده. انا بعتقد في المرحله اللي احنا فيها لو تمت من خلال المدرسه فهتبقى وكاننا بنقنن الانتهاكات داخل المدارس. صحيح. كلمه اخيره يا استاذ احمد. لا بس انا عندي كام مهمه جدا بالنسبه لمجالي. احنا بنطالب مجلس النواب طبعا تغليظ تعديل تشريعات العقوبات وتغليظ العقوبه على المعتدي الجنسي على الاطفال. مفيش فرق بين التعدي الجنسي على ذكر او انثى طالما طفل، وده عقوبته لابد ان تكون الاعدام، وده مهم جدا في المجتمع في الوقت ده حتى تكون رادع
وعدم ارتكاب لعدم ارتكاب الجريمة دي مرة تانية، وده في غاية الأهمية. لابد من صياغة قانون لحماية المبلغ بقى هنا، أنا وأنا بعمل بلاغ لبنتي لازم يبقى فيه حماية لبياناتي، وده مهم جدا. صحيح. وده قانون اسمه حماية المبلغ والشهود. صحيح. وكمان أحمي الشهود بالمرة طبعا. وده قانون مهم جدا عشان ما يخافوش إن هم يدلوا بشهادتهم، وده مهم جدا لمجلس النواب لازم يقوم بدوره بشكل حقيقي في حماية المجتمع، لأن احنا انتخبنا هؤلاء النواب حتى يحموا أبنائنا اللي هم هيعبروا عن ودول أهم حاجة قبل القوانين وقبل الأسعار وقبل كذا ولادنا. الجريمة دي بتظهر بعد أثرها بعد 10 20 سنة. أنا بتفق معاك مليون في المية. اتفضل يا دكتور. دلوقتي انا عايزه اتكلم في احنا عندنا الاخت دي اللي شافت قضيه ان بنت بيعتدى عليها في انجلترا، وانا ما اعرفش هنا بالنسبه لحمايه الطفل، لو انا كدكتوره بنت قالت لي بابايا بيعتدي عليا او اخصائيه نفسيه وصل لها المعلومه دي، هناك على طول بنتصل بسيستم كامل لحمايه الطفل، الاخصائيه النفسيه بتعمل اول تحقيق، البوليس بيكون معاها بيحمي الطفل من ابوها لو احتاجت القصه، في اماكن لحمايه الطفل وحمايه الام، وفي سيستم كامل للحمايه. الحاجه الثانيه، طب ثانيه انا بس اللي انت قلتيه ده طبعا ده هناك، ده هناك ما انا بقول هناك. خلينا نقول عند مارجريت، عند مارجريت احنا نمتلك منه الرصد فقط، احنا نمتلك منه، مصر تمتلك منه الرصد فقط لا غير، الرصد وبعد كده مفيش. لا مفيش، بلعش كده بقولك يعني كلام يعني تمام. شاركت في انجلترا في الشايلد بروتكشن لو، يعني جم خدوا رأيي وخدوا رأيي. لا هو اللي ممكن حاجة الوحيدة ممكن نعمله، لأن الحد بيبقى فيه أماكن للولاد وأماكن للبنات وأماكن للأب، يعني كلام إن شاء الله بعد 100 سنة ده يا رب إن شاء الله قريب. يعني الحاجة الوحيدة اللي ممكن نعملها وهي فكرة التأهيل النفسي. يعني البنت طبعا جنة دي لسه صغيرة، بس اكبر شويه هتحتاج تأهيل نفسي، اذا كانت هتحتاج عمليه بعد 12 سنه ممكن. فاحنا محتاجين الولاد هنا محتاجين تأهيل نفسي معين طبعًا، لانه خلاص دول عدوا عليهم فترات كانوا من ربنا يكون في عونهم. يعني فالتأهيل النفسي ده عندنا برضو عنصر مفتقد في مصر طبعًا. لازم نشتغل عليه صح، لازم نشتغل مع الاطفال دول. فاضل حاجه مهمه جدا. أيوة. ان الشخص اللي لم يثبت عليه جريمه برغم ان هو عملها بيدخل على ريجستر او سيستم بيتحط اسمه عليه، يعني حد بلغ عنه، مجرد البلاغ عنه ممنوع يشتغل مع أطفال. ليه؟ الشخص اللي بيحب يعتدي على الأطفال بيشتغل في أشغال كلها علاقة مع الأطفال، في مع الأطفال. محفظ قرآن شفتها، مدرس، مدرب، مدربين في منهم بيعتدوا على الأطفال، بواب في مدرسة، أخصائيين اجتماعيين بيدور على شغلانة يبقى فيها احتكاك بالأطفال. بالضبط، مفهوم. لديك أقوال أخرى؟ احنا يعني بندور على حق اطفالنا، يعني شوف كم قضيه وبتسمع حضرتك في القنوات التلفزيونيه وبتسمع في الجرايد كل يوم واقع اعتداء على اطفال، خطف اطفال، في اطفال بتموت بيعتدى عليها جنسيا وبتتقتل. صحيح. الظاهره دي يا استاذ سامر يعني المفروض ليها الدوله تكون ليها حلول. المفروض يعني مجلس النواب زي ما قال سعاده المستشار احمد مصلحي المفروض يتحرك، تمام؟ المفروض تكون في عداله نجزة، تمام؟ يعني القضيه ديت مثلا أيوة بدل النجزة دي نقطه مهمه جدا، تمام؟ يعني المفروض ما يفضلش فتره طويله مثلا عشان احنا مثلا يتحكم عليه وكده، طالما في ادله وخلاص الموضوع انتهى. صح، ده كلام مظبوط. الوعي مش بالظبط، مش هنقعد مثلا 10 شهور ولا سنه ولا نفسك هدي نفسك خلاص والله هجيب لك. عايز اقول لك حاجه، خبر سريع بالنسبه لقضيه طفله البامبرز، ان شاء الله في شهر 5 الاسبوع الاول من شهر 5 المحاكمه، ودي عداله سريعه جدا. دي جلسه عاجله وتم احالتها لمحكمه الجنايات، وان شاء الله في شهر 5 باذن الله يصدر حكم رادع على هذا على هذا الوحش طبعا، لانهاء هذا الفصل وعدم تكراره ان شاء الله مره ثانيه. هي فكره الردع فكره مهمه جدا، الردع فكره مهمه جدا، لانه من امن العقاب أساء الأدب. حاجة أخيرة، يمكن نقطة بيضة في وسط الصفحة السوداء دي كلها، يمكن إحنا بدأنا نحاول نشوف ممكن نخش الأسرة إزاي. في حملة منفذة من خلال المجلس، هي أولادنا، بنقول بالمجان مركز دعم نفسي جوه المجلس القومي للطفولة والأمومة، خطوط تليفونات على 16 1000 و16 21، لأن الأسر عندها بعض الأسر عندها استعداد تتصل وتقول أعمل إيه عشان اعرف ابني بيتعرض لتحرش ولا لا، وانا بضم صوتي إيه عشان اعدل السلوكيات، وبقول ان الخط بتاع النجده، بتاع نجده الاطفال 16000 ده استخدموه، ده خط مساعد هيبقى معمول بشكل ودي، لو استهونتوا هتروحوا بعد كده للنجده، بس النجده اللي بجد، وساعتها تبقى الجريمه وقعت. حضرتك شرفتوني ونورتوني، ويا رب الكلام اللي احنا قلناه النهارده يبقى بس كده جرس انذار يفوق المجتمع على اللي احنا فيه، ويفوق الدوله كمان على مسؤوليتها في حمايه اطفالنا سواء تشريعا او تربيه وتعليم. وللمره الالف اقفلوا ام المواقع الاباحيه اللي اذا كنت انت حكومه بتتفرجي، دي حاجه ثانيه.
تصبحوا على خير.